حذر المركز الوطني للأمن السبراني من عمليات نصب واحتيال من جهات تدعي أنها تابعة لشركة إيفا وتيركوم، وشدد المركز على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من مثل هذه الجهات وتأكد دوما أن الجهة المرسلة أو المرسلة هي الجهة الموثوقة والصحيحة وعدم مشاركة المعلومات البنكية مع جهات ثانية. في سياق متصل، انتهت هذا الأسبوع المدة الممنوحة لإبداء الملاحظات على مسودة نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السبراني لسنة 2022، والتي جاءت للوقوف على ملاحظات أصحاب العلاقة والمعنيين والمتأثرين بمشروع النظام لتأطير احتياجاتهم ومتطلباتهم ضمن مشروع النظام. والتحذيرات الأخيرة بشأن عمليات نصب واحتيال إلكترونية، ينضم إلينا خبير أمن المعلومات السيد رائد سمور. سيد رائد، أهلا وسهلا بك. سيد رائد، نتحدث عن تحذيرات أخيرة وبعض القضايا التي طغت على السطح فيما يتعلق بالعالم الفضائي والإلكتروني، ولكن ما هي هذه التحذيرات وما هي القضايا التي ترتبت عليها أو طبيعتها؟ مساء الخير، نتمنى الفوز لمنتخبنا الليلة وإن شاء الله ربنا يفرحنا بالبداية. موضوع الأمن السبراني وتحذير المركز الوطني للأمن السبراني الحقيقة جاء إثر يعني محاولات نصب واحتيال على المواطنين من خلال بعض المنصات ومن خلال بعض المحافظ المالية التي يتم التعامل من خلال الإنترنت عليها. الحقيقة كان هناك في محاولات استدراج الناس حول موضوع الربح، وهذه دائما يعني هي الشبكة الرئيسية لاستدراج الناس نحو الاستيلاء على أموالهم. بوهموك أنك أنت ربحت، بوهموك أنه أنت لك جائزة. وهذه أنا أقول الآن يعني وتوجه إلى الجمهور الأردني، يا جمهورنا يا أحبتنا، لا يوجد شيء اسمه أنت ربحت أو محفظتك ربحت، ولا يوجد تواصل ما بين المحافظ المالية أو حتى الحسابات المالية من خلال رسائل أو من خلال التليفون، يكون التعامل بشكل مباشر. نعم سيد رائد، هل ما زلت معنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيد رائد سمور خبير أمن المعلومات، شكرا جزيلا لك. يبدو أننا عودنا الاتصال مجددا. سيد رائد، هل تسمعنا من جديد؟ فقدنا الاتصال مجددا. سيد رائد، المعذرة. لا بأس، تفضل سيد رائد. أي نعم، أنا أقول نعود إلى القول أن أي عملية ربح هيك بتجيك فجأة، لا تصدق هذا الكلام على الإطلاق. لا يمكن أن يكون التعامل المالي عبر الحسابات المالية أو المحافظ المالية من خلال رسائل على منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال حتى رسائل على الأس أم أس، وإنما يكون التعامل بهذه المسألة وجاهي. يعني لا يمكن أن يتعامل معك بنك أو محفظة مالية من خلال أن والله أنت ربحت برقم المحفظة تبعك. نعم، وسيد رائد، ما يضاف أيضا إلى ذلك أن الكثير من هذه البنوك اليوم لديها هذه التطبيقات، فلربما هذه التطبيقات قد تعد أيضا منصات موثوقة تابعة للبنك. التعامل مع المنصة بشكل مباشر، أن تعرف الحقيقة، أن تعرف مع من تتعامل، هذا هو المهم. نعم، نعتذر منك سيد رائد، يبدو أننا فقدنا الاتصال ولكنك عاودت التواصل. هل تسمعنا من جديد سيد رائد؟ أسمعك. نعم، تفضل، أكمل أسمعك تماما. التعامل مع المنصة بشكل مباشر، بمعنى أنه أي أحد بيطلب مني رقم بطاقة الائتمان تبعتي، بطاقة البنك تبعي، لا يجوز أن أعطيها حتى لو كان موظف بنك. لا يجوز التعامل مع هذه المسألة عبر الهاتف أو عبر منصات التواصل الاجتماعي على الإطلاق. هذا واحد. اثنين، بدي أستغل الفرصة وأنا معكم على المملكة، وأنا أعرف أنه الجمهور كبير من يتابع المملكة، المحافظ المالية لا تباع ولا تؤجر ولا تعار ولا يعطى رقم الكلمة السر الخاصة فيها لأي حد. هناك موجة من طلب التأجير، يعني في هناك ناس يتواصلوا مع أصحاب المحافظ يطلبوا تأجيرها،
منهم مقابل مبالغ مالية معينة يوميا أو أسبوعيا أو حتى شهريا. هذه المسائل قد تودي بكم إلى المحكمة، قد تودي بكم إلى مصائب كبيرة جدا، وهذا ما حدث خلال الأسبوعين الماضيات مع بعض الشركات التي تتعامل بالتسويق الشبكي، وتم إيقاع الناس بهذه الطريقة بمئات الألوف الحقيقة. وهذه مسألة مهم أنه أنت تفهم، هذه المحفظة أنت مسؤول عنها ماليا ومسؤول عنها قانونيا أمام القضاء. هذا لا يجوز أنك أنت تروح تأجره مقابل مبلغ مالي معين. هذه يعني أنا أقول، عندما ترى الناس ومصائب الناس الذين وقعوا ضحايا لهذه الشركات من خلال تأجير هذه المحافظ، أنا يعني مصائب كبرى، منهم من رهن بيته، منهم من باع سيارته، منهم من باع ذهب مرته حتى يدخل في مثل هذه المسائل، وبالتالي تم النصب عليهم بمئات الألوف للأسف. وهذه القضايا الآن أمام القضاء وينظر بها. نعم، إذا ما أردنا أن نلخص خطوات بسيطة فيما يتعلق بالموثوقية، فماذا يجب على أي مواطن أن يتفقد بداية حين استلام هذه الرسائل؟ بداية لا يوجد ربح، هذا مهم. لا يوجد جوائز، هذا مهم. لا يوجد في شيخ فلان بيوزع، والشيخ فلان والأمير فلان بيوزع سيارة أو قلائد من الذهب. هذه كلياتها تحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا يجب أن نصدق هذا. واحد، إذا تواصلت معنا أي منصة في عندنا الرقم على المحفظة، نتواصل مع المحفظة برقم الهاتف، رقم المحفظة بشكل مباشر، يعني أتصل أنا على البنك تبعي بشكل مباشر، وبالثم يتم التأكد من هذا الأمر ومن هذا. معظم هذه الطلبات هي طلبات استدراج، طلبات نصب واحتيال. غير ذلك لا يجب التعامل مع هذه الرسائل على الإطلاق، ولا يجب إعطائها أي معلومات حول المحافظ المالية أو البطاقات البنكية. نعم، شكرا جزيلا لك سيد رائد سمور خبير أمن المعلومات.